أفريقيا سوق واعد. إذا كنا النهاردة مليار ومتين وخمسين أو مليار وتلتمية، فخلال 20-30 سنة بالكتير هنبقى 2.5 مليار. ده سوق كبير قوي، وبالتالي المستقبل لأفريقيا، المستقبل لأفريقيا. يمكن الناس ما تشوفش ده، المستقبل لأفريقيا. أنا عايز أقول أفريقيا 60-65% من سكانها شباب، ويمكن أكتر من كده، يعني لسه في فرصة. فارجع تاني أقول عشان بس ما يفوتنيش أن أنا أسجل بتقدير شديد باسمي وباسم كل المصريين، كل الاحترام سواء للي اكتشف الفيروس الدكتور هارفي أو للشركات المصنعة لهذا الدواء والأدوية الأخرى، كل التقدير لهم وكل الاحترام لهم. نرجع نيجي هنا يعني تعقيبا على كلام زملائنا المشاركين سواء في يعني في الجلسة الأولى والجلسة الثانية. أنا مش هقول كلام كتير، لكن أنا هقول لكم ما احنا دولة أفريقية زي كل الدول الأفريقية، مواردنا مش كتير وقدراتنا مش كتير، واحنا عدد سكاننا برضو مش قليل. يعني احنا النهاردة بنتكلم في أكتر من 100 مليون. كتير من الدول الأفريقية ما عندهاش العدد ده، باستثناء يمكن 5-6 دول ولا حاجة. ولكن زي ما بقول كده، ما لدينا، وأنا بقولها بإخلاص وأرجو أن تصل إلى كل من يسمعني، إحنا مستعدين أن إحنا نتعاون معكم في كل المجالات اللي أنتم مستعدين أو تأملوا أن إحنا يعني نتعاون معكم فيها. مش هعدد المجال الطبي من تعليم أو تدريب أو تأهيل أو حتى علاج، لكن عايز أقول أن القدرات اللي موجودة في مصر هي متاحة لأشقائنا، وده كلام مش سياسي، ده كلام مش سياسي. ويمكن زملائي اللي موجودين في الحكومة يعلموا جيدا مدى التقدير والاحترام الإنساني لكل من يعني يعاني، مش بس في إفريقيا، في إفريقيا وفي بقية الدول، مش بس في إفريقيا، لا في إفريقيا وبقية الدول. أنا بقول إن إحنا مش دولة يعني مواردها هائلة ولا حاجة، ولكن ما لدينا بإخلاص متاح لكم كمشاركة، كتدريب، كتعليم، كعلاج، كنقل خبرات أو تبادل الخبرات. إحنا مش مستعدين نعمل ده وزيادة في كل المجالات، حتى في صناعة الدواء، مع اللي هو اللي إحنا بنقول فيها إن في فرصة كبيرة. ويمكن زملائنا اتكلموا عن موضوع تصنيع اللقاحات.